حاولوا كلها طيفة يعني عشان من الموسم اليوم ما في تذكروني بالخير شوي. أوكي. عندنا مدربين ما عندها خيل وعندنا خيل ما عندها مدربين وعندنا نفس الطريقة خيل تركض بدون فرسان وعندنا فرسان تركض ما تركض. فعلا أيها المتابعون الكرام هنالك أيضا ريب الدور والمحاولة أيضا تقارن ركوب حسين يا ستيفان ما في مقارنة حسين أحسن من ستيفان بواجه. جبارة غلب كل مرة تقول لي جبارة غلب صدقني جبارة غلب جاهي قدم النهاية ولا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع إيكو ثرو تايم مع الفارس جيرال أوسي المركز الثاني بذلك المحاولات غائبة أيضا من قبل رهيبة وأيضا لدينا زعفراني مع أيضا نيل كلن لكن الصدارة والمركز الأول مع إيكو ثرو تايم بشعار العاديات ريسينج إذا بعد هذا الانتصار إيكو ثرو والفارس لن يكسب والمرء ضيف في الحياة وإنني كذلك ضيف تنقصني الأعمار إن كنت شخصا بينكم وإذا رحلت فصورتي تذكار. كل شيء ينتهي في لحظة لكل بداية نهاية كل شيء غاب اللي يتغير في لحظة هديت الحصان لأنك كسروا كلمتي الفوز والخسارة تفصلهم بعد لحظة من جانب السياج هنالك أيضا The Comics Kid مع نيل كلن وكومان وبين هاللحظة أشياء وايد لازم نفكر فيها أشياء وايد مفروض نخطط لها أشياء وايد لازم نكون دارسينها. تسأل أحسن. أنا بسأله. أنا بقول لك بعدين في الإسطبلة. لأنه مهم في نهاية المطاف نعرف شنو أنجزنا، شنو حققنا، وين وصلنا. لازم أتكلم فيها. ونفس الوقت مهم نعرف في شنو تعثرنا. المشكلة كل واحد يسوي روحه منهم خبير. خبير. وفي شنو تخبطنا؟ أنا يوم سحبتك. أنت كنت بويش تحطمني واليوم ممكن وصلت معاكم للنهاية ويمكن لا بس الأكيد انتظروني في حلقة الختام لا بعد لا خلاص فاينل دي مشكلة للأسف يعني للأسف نهني في النادي ناس تطلع إشاعات لو ما كان أوكي كان يعني خبرت الدكتور أيضا بلو بوي إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول إحنا ما عندنا مشكلة يعني لين شيء في صالحنا إن شاء الله منش يعني كنصيحة ما في مشكلة ما إحنا نمشي إذا تشوفون الجوكي الكبار يلعبون من نتيجة لمصلحة ريتيرن أوف ذا ماك بشعار محمد أنا أقول العبر استعيال ما رش في العبر ممكن إن أنا شيبت ما ركب زين اليوم عبد الله فيصل بعد يتعبوا عليه المتمرن حسن أزهر المركز هاي وايد صايرين مغرورين ليش؟786 مع الفارس عبد الله فيصل اذا نعود الى الصداره والمركز الاول طبعا الشوط يعيد نفسه شفنا نفس الشوط نفس الاسماء تقريبا في مسافه 1200 متر اليوم نفس الاسماء في مسافه 1400 متر بس بعد انسحاب الصقلاويه ممكن نقول حسين الدلمي صارت فرصته اقوى مع الكروش بينما المرشحة الأولى الربدة حتى الآن في وضعية الانتظار مع الفارس أنا أتوقع اللي راح ينافس الكروش للصويتية 1819 موقع الصويتية حاليا ما يأهلها تنافس واللي ممكن تنافس الكروش هي الربدة
حسين الديلمي. مع الفارس عبد الله فيصل الى المركز الاول والمركز الثاني لمصلحة المضمر حسين الديلمي. اذا حتى الان الصدارة مع الكروش 1786 مع الفارس عبد الله فيصل والمحاولات قائمة من قبل الربدة 1795، لكن المرشحة الاولى من تطير على كأس الروضة المركز الثاني. قلت لي الصويتية. نعم. بس شنو اللي صار؟ شفنا عبد الله فيصل فاز بأريحية تقريبا. بالضبط، المفروض هي اللي تفوز، خاصة بعد انسحاب الصقلاوية. بالضبط. لأن كانت منافسة لها آخر مرة وانحصرت. فعقب انسحاب الصقلاوية كان مفروض أنها هي تفوز. لا لا، مو هي غريبة على الكروش، الكروش راكضة مع كلاس أكبر من هذين وحققت نتائج متقدمة. يعني الصويتية يعني تتوقع لو انطلقت صح، مشان ممكن تفوز، ويفترض نقول ممكن تفوز لأن اللي قال لنا قبل الشوط الكروش 1786 58 كيلو، والصويتية 1819 55 كيلو، فيمكن تترجح يعني كفة جعفر مرزوق. أتوقع احتمال اليوم يفوز في هذه الهواء، بعد اليوم احتمال جعفر مرزوق يفوز. شي يمكن ترشحني أنه يمكن 7 فورلونج على كذي، وبتاني شي أن الفارس دي كلهم سوت دخول. إذا يعني بتسوي دخول ليه تشانس هذا. أنا أقول لك يعني العائق اللي صادها هو هذه، يعني انطلاقتها في البداية أخرت النتيجة. والله المفروض يعني لو طلعت وياهم أتوقعتها أول. ما أدري تفوز أو لا، بس بتنافس، لأن كانت صوبي أنا بوكس كان 5 وهي 4، وشفت بالضبط شنو اللي صار وياها يعني. فللأسف إنه يعني كنا نتمنى إن يعني تنطلق عشان يكون ريس أحلى، لأن آخر مرة كانت too close. بالضبط. للأسف إنه ما انطلقت يعني صح، والحمد لله أنا فزت. يعني الكروش تستاهل. أكيد. حسين الديلمي يستاهل. حسين الديلمي يستاهل. شداد عقب فوزه الأخير صعب نقول ما نحطه بين المرشحين. وبعد اليوم عندك أحمد مكي. أحمد مكي طبعاً أحسنهم، عنده خبرة أزيد منهم، إن شاء الله يتوفق. شوفوا بس الفرق بين ريس اللي فات وحين الوزن، بس الوزن. قلت لك أنت قلت لي عن شداد صج غلب 54، يعني اليوم 60، يعني ما بدعد يعني في 6 كيلو فرق. فهل أن هذه عامل لصالح الحصان او ضد الحصان؟ محمد حسن عنده جباره وعنده ارياف، بتروح مع من؟ اكيد جباره هو اعتقد الابرز عند اسطبل العظم. بس غريبه ما نشوف عليه عبد الله الحواج، لان السباق اللي طاف كان على الفيفوريت عبد الله الحواج. قاسم من اشتغل هي بدايه الموسم هو يمر الحصان. هاي السبب. هاي السبب. لان انا سمعت يقولون ان بسبب آخر سباق اللي صار بين لا 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 لا. قاسم جميل هو عندهم يعني مرن، ويمكن حتى عبد الله الحواج عندهم. هذه تسأل المدرب، ما أعرف يعني، بس إنه لعرف إنه يعني يمكن عطوه قاسم جميل فرصة على الحصان، أو إنهما يعني لهم وجهة نظر ثانية. حتى رياض زينة ما يعني ما عن اثنينهم رايحين حق قلب، واحد رايحين حق لو ويت. اليوم استراتيجية اللي هو السباق بتختلف، عندنا رياض بتطلع قدام وجبارة بينتظر ثالث رابع. لأن في ذيك المرة صدق واجد طلعت جبارة من البداية. آخر مرة طرشت قدام، يعني كان وايد مسافة وايد 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 يعني أوفر حق الحصان. بنشوف بعد شو يصير. الحصان نزلت أنا 7-8 فور لونج، وصار شارب أزيد، فالمسافات البعيدة صارت ما تناسبه. ألين سميث عند الكتيبة 4 أسماء. وشوف ألين اليوم بيلعب في الشوط، يعني أتوقع أن أكيد بيسوي الشوط سريع بحكم أنه عنده كذا اسم. أتوقع يعني يمكن مع الحصان اللي راكبه علي صبري. فرس هي أعتقد كولان ريدي. كولان ريدي على yeah. سباق يعني كانت جاية دخول جدا قوي، اتوقع ان هذه لها حظوظ. اي يمكن هاي بين ديو وهاج. شوف وهاج تو منتقل ملكيته، يعني امس ماخذينه من المزال. امس ما زال الحصان نفس الشيء، ما تغير شيء.
وحصان زين يعني اخر ريس يعني فنش ثاني يعني، واليوم تعرف بس الشوط برنتسيه ما في ويب يعني، ما اعرف الحصان اذا كان يحب الويب ولا لا، لان تعرف يوم واحد يعني ما بتعرف حصانك الا يبي له فتره وياك، بس ان شاء الله لان كلهم بعد بدون ويب وتعرف عامل الهواء شوي يمكن ياثر، لكن حصان طيب يعني متاملين فيه ان شاء الله. يعني الحين بنقول الأقرب من؟ المفروض حصان علي صبري هو المرشح الأول. فرس كولن ريدي. إيه الفرس هي المرشحة الأولى، بس إذا هي المرشحة الأولى بنتفوق عليها. بمن؟ جبارة. ليش ما نقول شداد؟ شداد إذا مرة انطلق قدام ما بيواصل. الحين بنشوف الحين يمكن ينطلق. They're off and racing. انطلق قدام بواصل اكو راح قدام توهم قايمين عاد اكو طالع توهم قايمين سيد طولين طلع قدام شداد ما بيخلونا بروحه ترى ارياف على حسب الاوردر قلت لي ثالث اكو هو ثالث رابع يا شداد وهاج وهاج اخر راس حاليا بس وهاج بعد يرشحونه وهاج تو مبدل من الاسطبل لاسطبل ما تدري بسم الله عليك ما تدري عنه يعني ما نرشحه مع ان الفارس نفسه هو اللي مرنا هو كل شيء بس تغيير الاسطبل ليدور حتى الان متواصل مع الشداد بشعار المزدك زين صغار ما جبنا اسمه اليوم مع سنتارا ما ندري عن هالفرس جباره غلب كل مرة تقول لي جبارة غلب صدقني جبارة غلب جبارة غلب وقع علي صبري متى بعد على صدارة هذا الشو بينما المحاولات خائبة روح يا قاسم بشعار ال ان ال ريسينج مع الفارس المتصدر في قائمة الفرسان كول اند ريدي شو اسوي يعني اركب رسالة عنهم ال ان ال ريسينج مع الفارس المتصدر في قائمة الفرسان حسين اصغر اصلا سناترا اركب الخيل عنهم سناترا أنا الحين تعال شوف الحين بحلل لك أشياء ثانية. سيناترا فاز خلنا نرجع لنتائجه 9/10 قبل الأخير بس لأنه فاز على حسين الأصغر. الحمد لله يعني الحصان قدم مستوى طيب وما تقدر تقول إن أنا فوقه ولا شيء ده الحصان زين يكون زين اليومين يكون فوقه. ف مسافة أنا أول مرة كان يروحها حس يعني كانت واجد زينة إليه وسرعة الشوط خدمته ما شاء الله عليه يعني كان شوي نوع كين كان بس إنه ماشي عدل سيدة كان ماشي وما كان عنده أي مشكلة يعني في الشوط حصان ممتاز حصان ممتاز يعني وله مستقبل والفارس ما شاء الله أدى وركبه صح توقيت يعني الجوكية البقايا مع احترامي لهم كلهم حمود قلت كذي ليش تعطيهم اوردر يسوون على مزاجهم كله يفكرون روحهم انهم اعلى من الناس صيد انسان هو يشغل الحصان المفروض يعرفه يعني لو مو ما يعرف الحصان قاسم بقول لك في مشكله جبارة لو تودي ثلاث مرات على التراك كله في اليد شاف الحصان مليان قال بخليه الحصان عندك كك واحد يمشي عليه انا شفته الصراحه اخر 300 متر المفروض يمشي المفروض الا انا شفته واقف يوم قلت لي جباره قلت لك اصبر بس هو مليان المشكله كل واحد يسوي روحه منهم خبير وهم للحين ما طلعوا من القشره توقعناك اليوم بتفوز الصراحه لان قبل الشوط كانوا يرشحون علي صبري كول اند ريدي يوم شفتك لاخر 300 متر انت قدام قلت المفروض انت تفوز هو المفروض بس الفرق الوزن بعد حسين أصغر شايل حصانه تحت وزن وانا حصانه شايل 62 نزل كيلوين اللي هو 60 المشكله اليوم الجو بعد هو واجه في السيده ما في ويب تعرف صعب شوي لو في كان ويب افضل بيكون كلهم بدون ويب مو بس هو بدون ويب كلهم الفرسان بدون شوف قبل السباق اذا بنحط سناترا وبنحط شداد والله هو حتى المالك يعني والمدرب كان خايف من هذا الحصان. أنا شفته في 1008 كان مع شداد. طاف شداد ويا خامس شداد يا السادس. سادس ده. إيه. من شداد سادس ويا السابع. إنزين هني الوزن في صالحه كان.
والمسافة، أنا أتوقع المسافة. أتوقع صراحة وهاج هو اللي بيفوز بالشوط. بس وهاج ما صف. وهاج ما صف. أقول لك بس سؤال واحد، سأل الجوكي. ليش قاعد وراء في الروح؟ قالوا قايل لك عد رابع الخصم. سأله هو خليه يقول لك يجاوبه. شنو هو قال لك؟ تسأل أحسن. لا لا أنا بسأله. أنا بقول لك بعدين في الإسطبول. لا لا أنا الحين أبي هني. بقول لك هناك. لا لا الحين هني. خليه يقول لك هو. هو بقول لي طلعت متأخر. هاي اللي بقوله لي. لا لا أنت تشوف إيش يقول أول. لا إذا قال لي. ولا الأوردر مالك شنو؟ رابع ثابت إيه. لو كان موجود في رابع ثالث يغلب. اي بس ليش ما رحت رابع ثالث؟ في الستارت لان علي حسين دش علي بعد. قاعد اخير ليش؟ ليش قاعد اخير؟ ليش قاعد اخير؟ يمكن طالع متاخر. تاخر في الستارت بس يعني ما شاء الله عليه من اخر راس طب خامس. طلع وياهم الحصان مجرور، الحصان قاعد يسحب يبي يروح ومياود مياود ليش؟ سأله احسن. انت يعني قصدك اوامر ان هالسباق ما يفوز؟ لا لا ما في اوامر، ما اعرف، ما اعلم الغيب انا، بس اقول لك قول له انت قال لك الاوردر رابع ليش قاعد اخير؟ والحصان يبي يروح ليش يعني ما تخليه يروح؟ عند الاوردر مالي رابع صح ولا لا؟ صح. سأله شوف شو يقول لك. رابع؟ لا خلنا يعني بعدين صارت عند البند انفتح لي الريل وطلعت يعني. وقلت حق يوسف هاي الكلام؟ اي قلت. شنو قال لك؟ قال لي ليش انك تاخرت يعني في الستارت معي؟ أنا ليش ما رحت قدام؟ قلت له أنا تأخرت في الستارت ما طلع علي. هذه عذر وهاج مع حسن أصغر، بس شنو عذر علي صبري مع كول أند ريدي؟ معقولة مدار أفضل؟ اليوم شو أقول لك الوزن يعني 64 وأنا راكبنها 61.5. استغفر الله 61 راكبنها. فا يعني الوزن ما ساعدها، واليوم الجو بعد واجد هوا كان. وسناترا يعني حصان زين. ويعني حسين أصغر يعني أجاد ركوبة حسين، وأنا وحسين أصغر واحد. في كل الأحوال حسين أصغر هو متصدر الفرسان المتمرنين من كوكب غير حسين. فرنك الصغير يعني؟ أي أي، وبيصير أفضل من إبراهيم نادر بعد. هي تطلع على موسم كبير يا إن شاء الله. أنا لو عندي حسين ما أخليه يركب برا، نفس ما أحتكره لأن أنا أحتكره بعد. لا ما يصير تحتكره بعد فارس، اذا ما يحصل متى بصير في الجوكي اذا بتحتكره؟ انا بحتفظ ببرنتس ليش؟ اوكي بحتفظ ببرنتس ليش؟ ابي الكليم ماله لين يخلص 30 كيلو 30 ون، بعدين الله وياه خليه يروح يركب اي مكان. ما عليه، بس انت فارس صغير اذا ما يحصل رايدات انت تبغى على طول حياته برنتس. لا لازم يطلع. انا اصطب العود مو اصطب ابو 10 روس. اي ما عليه، بس الين ما قاعد يعطي الفرصه اللي خلينا نقول الكافيه حق يطلع. ليش ذاك الاسبوع يوم من توقع يوم كاس الملك يغلب اي برنتس؟ ريبل ادون كان مرشح. اي لو ما شافه زين ما عطى ريبل ادون. انزين والاشواط البقايا وينه؟ زين بس اشواط البرنتسيه يعني انت إيه؟ تبغى فارس بس حق اشواط البرنتسيه إيه؟ خمسه اشواط؟ لا مو خمسه اشواط، ثمانيه اشواط برنتس في البحرين. هاي ثمانيه بعدل انا ريتي كمدرب بعدل فوق. شوط الثلاث سنوات اخر شوط ثلاث سنوات، طبعا عاده في هالشوط مخرجاته طلع لنا بطل الاوكس وطلع لنا بطل الداربي، يعني او خلينا نقول اسماء مرشحه لها الشوطين ابطال المستقبل. شوف هي في بطله واحده حاليا اللي هي بطله الاوكس ايكو ثرو تايم، الى الحين هي بطله الاوكس قبل الشوط. And they're off and racing. ايها المتابعون الكرام، انطلق ثالث اشواط الامسيه على كاس اس تي سي بحرين بمسافه الميل بمشاركه. بتقول اليوم الشوط بين ايكو ثرو تايم وبين خيل فوزي ولا لا؟ خلنا نخلي خيل فوزي شوي ونقول ان ايكو ثرو تايم وبس. بالضبط صحيح. طبعا هي لان الفرس الوحيده اللي شاركت لها مشاركات سابقه، وفوق هاي كلها ان ظفرت بالفوز. نعم، وباداء مقنع. فمقارنه بباقي الخيول مشاركاتهم الاولى احسها هي أفضل تأخذ هاي الشوط بسهولة. إذا الشوط راح يكون بسهولة الإيكو ثرو تايم، عيل من اللي ممكن يكون ثاني؟ من البداية مع الفرنسي جيرالد موسي المركز الثاني، هنالك الملاحقة والمباراة. خيول فوز اللي عندك حصان هيركوليس إذا واحد من أبطال الداربي يكون، أو
كابريكورنز، واحدة من المنافسين في الأوكس السنة الجاية. شوط ثلاث سنوات من ريس لريس يفرق، في خيل تتطور، في خيل توقف نفس الشيء، في خيل ترجع، فما أقدر أقول لك عن إيكو ثرو تايم أو خيل فوزي، هم يعني عدرة بخيلهم، سأليني عن خيلنا بقول لك يعني. ودي أسأل عن خيلكم بس اليوم إذا بتشوف بقول رهيبة. فارس الإيطالي مارشاليس جوريس المركز الثالث، هنالك يتواجد سانوف زوز. رهيبة بترشح هشقد بتتطور عن آخر ريس بالغمامة إذا حطوا عليها. المفروض رهيبة تقدم أداء أفضل خصوصا تمارينها يعني تبشر بالخير. كبديجري ناثانيال ويا أنا وياك بديجري ناثانيال توب. أكو إحنا شفنا إنابل كبديجري. يعني احنا نروح الخيل على الام، الاب يقدر يجيب عيال واجد بس الام. خالد عبد الرحيم انتاجه ما حد يقدر يشكك في انتاجه، اذا حتى اسمه الشيخ عبد الله ما حد يشكك في انتاجه، انتاج قوي قوي بس الكواليتي وين؟ تقدر تنتج انت كم بس حتى لو ابهات ما زينين ما يطلعون كواليتي زين، شي يقدر يسوي المالك المدرب الفارس؟ ما يقدر. قبل الشوط ايكو ثرو تايم انا اقول لك المرشح حل الأبرز وبقوة في الشوط. حد الآن الإنتاج مال حيدر إبراهيم ما تغير، هذا هو إنتاج مثل ما هو، نفس الأفحل نفس الأفرس تقريبا. بينما تشوف إذا منقارن بالإنتاجات الثانية مثلا ألان سميث في عنده إنتاج أسترالي إنتاج أمريكي، أتوقع أن هاي الإنتاج الجديد بيكون بيلعب دور بعد. قلت لك الخيل الباقيين أول سباق لهم بيروحون سباق تعليمي. إيه خيلان على إبراهيم نادر ورهيبة آخر مرة عبد الله ركبها ويعني صار المس في الريس. هذا هو فعشان شو أقول لك إنه. فالأحسن إنه ما نغير عشان نشوف شلون. الأحسن إنه هو يعني. نفس الجوكي سيم هاندز يعني. الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع إيكو ثرو تايم الفائزة في آخر مشاركة. الأحفراني. محمدية. محمدية ريسينج أول ريس للحصان يعني كان نوعا ما ممتاز. بس اليوم بعد ما أعتقد. في كلاس إيكو ثرو تايم. أنا أروح مع إيكو ثرو تايم. إيكو ثرو تايم. إيه مفروض يعني. عليها جيرالد موس بدنسون رودريغيز على قولة علي يقول دنسون يحك راسه ويغلب بالفرس. جيرالد موس المفروض يكون أحسن منه. والفرس ما شاء الله عليها ريسين وريتها 68. مو من فراغ. المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع إيكو ثرو تايم مع الفارس جيرالد موسيد المركز الثاني. هنالك المحاولات قائمة أيضا من قبل رهيبة وأيضا لدينا زعفراني مع أيضا نيل كالان، لكن الصدارة والمركز الأول مع إيكو ثرو تايم بشعار العاديات ريزينج. إذن بعد هذا الانتصار إيكو ثرو تايم ستكون المرشح الأولى لأوكس البحرين في الموسم القادم. إذن إيكو ثرو تايم مع جيرالد موسيد من تنتزع صدارة الشوط. إيكو ثرو تايمز remains unbeaten and win easily as she did always. Well, I discovered her today and she showed me that she has a lovely potential. Today was a bit longer than normal. She really under the ground, under the distance, nice, fair and square. نعم. لا ننسى اللي هي فازت في ثلاثة سباقات، اليوم ضافت إلى رصيدها اللي هو السباق الثالث. يعني تشوف مثلاً زعفراني روان شيء اليوم؟ روان لأنه شاركه مع الفساد والمسافات أكثر يعني. بس اللي يبون 2000 هاي توليدهم كله حق بعيد كلش. أسمر فرس اخت بلسار والام يبون 2000-2004 كل بريد مالنا حق الاوكس والدار. ايكو ثرو تايم بعد اي خلاص اي اوكس وداربي يعني على اللي شفناه من ايكو ثرو تايم هاي يعني بدله من هني للسنه الجايه بتشوف ايكو ثرو تايم يعني عالم اخر، عالم اخر في الانتاج. لا ما يصير تقولين عالم اخر، ايش في انتاج زين الحين؟ بتتفق ويا فوزي يعني؟ في انتاج زين للحين يعني في اللي بيطلع الموسم اللي بيه في لا تحاتين فيه. انا اقول لك فيه وايد اللي يقولون لي لا تحاتين، تدرون حاتي ها؟ لا تحاتين فيه يعني تعرفين ثلاث سنوات نفس ما يقولون ما حد يكشف اوراقه كلها خصوصا انتاج محلي البحرين
3 years old. الخيل هي تخليك تشاركين فيها او لا على جهوزيتها ما تقدر انت تطيرها بس كانتاج اقول لك فيها بتحط اوكي في اللي مستوى كثر تايم انلس يعني ما اقدر اقول عنها بطله الاوكس لحين. It's always nice to plan, but the thing is, let her get a nice summer, let her get more maturity. Definitely, she have a very nice potential, and hopefully, she will carry on, and she's gonna make everybody happy again next season. آه خوش مرة. بنعطي الأوكس وبروح الدرب. شوط هنديكاب من 0 إلى 85 يعني شنو نقول لك عودة مكاك أبرز عنوان هذا الشوط. وين طول هالفترة يعني بعد ما أقدر أقول ليش داخل اليوم يعني بس عن خاطرك إن تشاركه قبل لا يخلص الموسم. عن خاطري. ولا احتاجته؟ لا لا مو بحتاجينه. يروح رئيس بس طبعاً هو الرئيس. أي بالضبط. فمشاركته عبارة عن شنو اليوم؟ راح الفوز بعد شنو؟ مكاك يشارك بعد موسم كامل يوم نشوفه يعني خلينا نقول 62 سيد مكاك ما شوط مفتوح للكل نقول بس مكاك لا صعب لا احنا ما نقول مكاك بس قاعد اقول لك عنوان السباق عودة مكاك. مكاك اكيد فوزي بيستعمل اوراقه رابحه يكون يمشي قدام اتوقع ان كذي كان المفروض يكون في كاس الملك كحصان بيس ميكر بس ما شفناه اليوم خلنا نقول في شوط يناسبه حق عودة يعني بس وزن 62 كيلو شوي صعب. إكس مينستر اليوم أحس هاي الشوط مناسب كأسماء يفترض نقول إكس مينستر. مايندر 61 كيجي ها؟ يعني أنت مع راي فوزي إن اليوم الأوزان اللي تحت هي اللي بتأخذ الشوط وتروح. جراوند بعد هارد اليوم اللي هما بلو بوي وملكي او سسبكت باكج والارجح ملكي او سسبكت باكج معقوله يعني بنقول هاللون يعني ملكي اوكي فاز في الشوط الاخير اللي شارك فيه بس يعني ملكي ركض اليوم مع مستوى اليوم غير من الخيل اي بس اليوم يناسب الوزن ملكي ما روانا انه هو عظيم هذا هو الخيل طبعا هني ها مهما يكون اقوى من السباق اللي فات يعني نشوف والله ما يندر وش يصير بالسباق تحس صعب على ملك يكرر نفس اللي سواه لانه من موجود بيكرر عليه يعني بيكرر اللي سواه وبيسوي اللي عليه ان شاء الله لا حصان زين ما عنده شيء خلاص كل مره قاعد يفنش على الخيل ومسافه اليوم يخدمه على البرفورمانس فوزي ما تعرف شنو بتسوي لازم تحاسب And they're off and racing انطلق الشوط الرابع على كاس اس تي سي بي مسافة 1800 وطلع مكاك اللي خاشه من سن من ما شفناها الموسم ودي قدام الحين يابا في دي الشوط الحين يودي قدام ها؟ اي اطلع قدام يعني انكارج جمعه بياخذ الليد المفروض اذا مكاك هو اللي بياخذ الليد صح؟ الحين من قدام مكاك في الشوط واحد غيره ياخذ الليد عيب وصج مكاك في المقدمه بس اللي قدامه رولا جام مع ادري ديفريز فيرث اوف جلايد في المركز الرابع مع جيروم موتور رولا جام من المفروض يفوز بس يعني تراجع وايد 62 اخر مشاركه بستيفان مركز ثالث الحين شوط فرسان مو شوط خيل اللي ينزل بالريتنج رولا جام شنو وضعه بالضبط؟ يعني احنا توقعنا منه يتطور بس هو سوى العكس تراجع. تقول انا مدرب لو ساحر؟ مدرب. مدرب شعرفني؟ افضل مدرب في العالم. شعرفني. لا اكيد تعرف لا؟ لا دائما الخيل اول السنه ما يعطونا شيء يعني عن ربع سنه.
الموسم الجاي تأقلم أكثر. وايد من هالخير. حتى الآن مع الرولا جام ستيفان لجاج من يقود الشوط من البداية. المركز الثاني هنالك التقدم يأتينا من قبل. الشوط مفتوح إلى الكل. شوط توازن. متوقع أي حصان يقدر يغلب فيهم، يعني ما في حصان ميز 100% بيغلب إيزي. إنزين جيتوي يعني ليه فرصة؟ ليش لا؟ ليش لا؟ جيتوي عاد قصته قصة، بس إذا ما أدى أكيد بقولها لكم. بس الحين كاسم نختار من؟ كترشيح أنا أقول لك حصان يوسف طاهر مفروض إنه يغلب الشوط، إذا ما غلب الشوط. توي مع الفارس عبد الله فيصل، وهنالك انطلاقة ايضا سسبيك باكيج مع اندرو اليت بالكاب الابيض مع شعاري فيكتوريا من وسط الجهاد. هنالك ايضا تشوف روكسزف اوكي شوط مناسب. نعم. بس شنو تقصد بالضبط لما تقول لي اذا صار نفس اخر سباق او اذا ادى نفس اللي اداه في اخر سباق؟ انا ركض ذاك السباق وايد زين مع مستوى اعلى وقدم، والحصان اليوم له فرصة زينة يعني ما عنده عذر. اليوم المفروض كل الأمور تمام بالنسبة له صح؟ نعم. يمكن الحصان عرف إلى يوسف طاهر الحين في هذا الوقت. من وجهة نظري المفروض يكون مرشح الرئيسي في الشوط على المشاركة الأخيرة، لأن احنا عارفين الحصان يعيش عنده إمكانية، فاليوم أتوقع هو يكون أفضل. نعم. 1800 مسافة قصرناها، لا هو يبي البعيد بس يعني ما في شوط نهاية موسم، خلنا نشوف ال 1008 يعني. بس شنو اللي مو بوياه اليوم؟ شنو اللي مو بتصالح اليوم؟ والله الوزن بس؟ الوزن بس. بس ان شاء الله الوزن مو بشيء انا احطه عذر، لا. انا اقول ان شاء الله حصاني بيكون جود تشانس. لا اكس مانستر شكله بينحكر. خلاص انتفت. صح؟ خلاص راح ما. 61 and half. من؟ جابر من؟ ملك أصحب مو بعظيم، إذا ملك فاز على كل هالخيل أصحب إنه مو بعظيم. لا ملك فاز. أعظم من عظيم. ملك. أعظم من عظيم. لا ما شاء الله. ها؟ يعني لا اكس مانستر وين اخر شيء وايد بعيد. ما يقدروا. معلش مفروض يعني على الاقل يقدر يركض بهالوزن يعني، او يكون اجرب مو بهالبعد. ما يحب الارضيه. هارد جراوند ما يحب. We have to do something next year ان شاء الله. هارد لك هذه. جود جراوند. عندي عذرين اليوم. عندي عذرين. عذرين. عذر الأول يمكن الوزن، بس أكيد عذر الثاني لأن ملكي موجود. حصان متطور في التطور، شايل وزن 57، أكيد بيطق اللي شايل 62. بس على الأقل يعني كان المفروض يصير فيه تكافؤ شوي. قولي حق الهانديكابر. أنا لازم أحل ذي المشكلة ذي الموسم قبل لا خلاص نسكر. ما يصير انا افكر ابوابي ولحين ما انحل. كم ملكي ريتك؟ ملكي 75. اي معناته هاي الخيل ريتنج مالهم از تو هاي. 10 الفرق بينهم تقريبا. 10 واقل. يعني التكافؤ لازم يكونوا متقاربين من بعض الصباح. اليوم يا روج تفللين. ملكي فرق الوزن ولا كواليتي؟ يمكن مفاجأة ملكي اليوم مو لأنه حقق انتصار، لا هو من الأسماء المميزة قبل الشوط. المفاجأة شلون قدر يفوز بطريقة الفوز، خصوصا أن اليوم مع مار تشارلز يارس احنا تعودنا نشوفه مع حسن الصفار، فهاي يعني شيء كان الخوف الأكثر أنه يمكن ما يمشي الجواد مع مار تشارلز أكثر من حسن الصفار. ولكن اليوم احنا لو نرجع لسيناريو السباق بنشوف طريقة قيادة الفارس الإيطالي اللي هو جورس على ملكي كانت مناسبة بشكل أفضل. أنا أشوف يعني على الرغم من أن حسن الصفار يا ثاني مع بلو بوي. الحمد لله جود رن بلو بوي، يعني غلب
بعدين تراجع 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 احس ها انت لازم تسالني الحين ليش تراجع. ايوه انت تتابع وانت عندك الفيديوهات وتشوف ليش خسر. ليش خسر تعرف لازم تعرف ليه. ما اعرف انا اشوف ريزولت. عقب ما غلب راح شوط 63 عليه باد وهالامور رجع السرج ورا جوذ الجوكي انحسب خساره حق الجمهور حقي انا لا اوكي ريزن خسر. بلو بوي تشوفه يوم يقدم يوم ما يقدم فشيء طبيعي ان انت مو انك انت اخترت اليوم بلو بوي في هاي الشوط شيء طبيعي بيكون عليه الامال وانا توقعت انه يمكن شكل خطوره هو وصح شكل خطوره. تدري الغريب في الشوط من في هالسباق ملكي لا مو ملكي الغريب في هالشوط ريكزوف توقعناه من بعد سباق الاخير اليوم يؤدي افضل ما صف. والله ما ادري والله ذاك اليوم ركض زين متى كان ايه ذاك سباق في الألفين مع خيل اقوى اليوم مفروض مع خيل في الليفل ماله. والله ما ادري تشوف ويا المدرب ماله ريكزوف ركض زين بالنسبه لي بس ما حصل قف فكروا عليه في يوم طلب منه كان وداك لو ما راح يكون يعني مركز افضل منه بس كان مستواه قدم زين انا مرتاح منه وثاني اسبوع على راس شوفه وايد طيب. خلنا نخلي روكسوزوف على جنب الحين. جيتوي قلت لكم قصته قصة. هذا سؤال تسأله أسامة هاشم لأن الحصان يوم نشوفه فوق يوم نشوفه دون. تسأله أسامة هاشم أنا بسأله أسامة هاشم بس اللي سمعته أساساً أن الحصان مو في صحته التامة حق يشارك. لا اسأل إبراهيم نادر هو اللي شغله وهو اللي شجع عبد الله فيصل على الحصان قال لي اركب ولا عليك من أي أحد لأن الحصان أنا أشغله الحصان سليم 100%. الحصان كان صاق للطوف يوم الأربعاء والمدرب ما يدري أو إنه يدري المهم فيابو تمرين ومرنته خفايف الحصان ما بين ما أدري شنو يعني مسوينا مشكلة للأسف يعني للأسف نهني في النادي ناس تطلع إشاعات وتبى تقطع رزاق ناس ما تدري حق شنو يعني كان يشغل زهير وقالوا ليلى زهير الحصان مو ده وهو اللي يشغل الحصان. إيه تعال ليش الحين زهير ما يشغل الحصان؟ هديت الحصان لأن كسروا كلمتي فكروني إن أنا في قلبي وصاخ أنا مشكلة أقول لك إلا من برا اللي جاء قالوا ليلى الحصان في مشكلة ولا قالوا ليلى الحصان ده خليت ابراهيم يشغله قلت له الحصان انا اشوفه ساوند شغله وقول له ان رايك فيه بصراحه لا تجاملنا ولا شيء. قال الحصان 100% مضبوط والحصان على احسن ما يكون وشجعنا اللي ندخله ونشارك فيه وشجع حتى عبد الله فيصل قال له اركب الحصان ده ترى زين. اليوم ركبه عبد الله فيصل معروف عبد الله فيصل ما شاء الله خبير ويركب وين وصل الحصان؟ شمط طب قلب لي يمكن راسين وثلاثه ما عليه يمكن ان انا مو اوكي يمكن ان انا شيبت ما ركب زين. اليوم عبد الله فيصل بعد يتعبون عليه شلون قلب الحصان؟ لا انا ما اشوف كذا انا اشوف انه اوكي لو ما كان اوكي كان يعني خبرت الدكتور يعني هو صاحي 100% المفروض يعني عاد ايش صادع عقب الريس ما ادري. ما بطول وياك وايد سيد الحصان الاساس مو زين الحصان كان لازم يرتاح يصيف حق موسم الجاي المفروض ما يشارك اليوم الحصان انا اخر مشارك اخر تمرين له الحصان مو صاحي هذا باختصار شوط فرسان متمرنين يعني صعب بس نفس الوقت في اللي يرشح كنود يفوز ككلاس سيد كنود ما عنده منافس في نتيجته في الرن ماله اللي في البحرين جاي 12 تيم ماله احسن من اللي في الشوط كلهم كحصان احسن منهم كلهم بس شوط مال ابرنتس فرسان متمرنين عليه فارس يعني زين مقدم مستوى له فارس احمد مكي توقع منه انه يقدم مستوى طيب اخبرهم يركب 120 شوط في الموسم بعد هالموسم الى الحين ما صار فول جوكي وزنه فوق الستين يركب اوفر ويت يعني 60 وبعد اوفر ويت خليه وزنه عقب السباق. عاد موضوع احمد مكي موضوع طويل واكيد بناقشه بعد السباق.
and they're off and racing. أيها المتابعون الكرام انطلق خامس الحين انطلق الشوط. شوف return of the mag وذهبي. انت تتوقع ذهبي اليوم هو يفوز؟ ذهبي حصان متذبذب مستواه، يوم يعطيك ريس وريسين يرجع ورا، ما ادري يمكن بعد تكون عنده فرصة اليوم. انا على اللي سمعته يعني عن ذهبي اقول ذهبي اليوم. انت سمعت شيء عن ذهبي ولا لا؟ لا والله ما سمعت ولا شيء. لا ما سمع شيء والله. ان شاء الله نتمنى، بس حصان يعني متقلب السنة، نتمنى له ان شاء الله. لقد ريتيرن اوف ذا ماك بينما تغيرت الصدارة الان. الشوط مفتوح وكلهم نفس المستوى ما عدا كنودي كلاسه غير. انا ما اشوف كنودي كلاسه غير على لا لا على اللي شفناه منه اخر سباق. الحين شوف شوف الحين احمد مكي قاعد اخر واحد، الشوط صاير سريع، ذهبي وريتيرن اوف ذا ماك مرتاحين، واللي مرتاح اكثر اللي في المركز الثالث اعتقد فيث فليت. فيث فليت حصان جيد بعد، بس ما اعتقد يعني يقدم مستوى اليوم، يعني كل يجي بليس بس انه يفوز بالشوط ما اعتقد، يعني استبعده صراحه. ما يناسب في ذي الشوط. ليش؟ ما يناسب. ليش ما يناسب شوط فرسان متمرنين؟ اي يمكن يبي له ضرب شوي، هاي الشيء الوحيد بس. هو بالوب ويلا يلا يتحرك. ايوه هو شوي عيار. بدون وب شلون يتحرك؟ نهايه موسم لازم بعد ندعم الفرسان المتمرنين يعني. عبد الله شاغل عندنا جود رايدر يعني، فان شاء الله يثبت يعني يتوافق وياه. تقدم ياتينا من قبل لوف وان مع الفارس محمد جميل، ومن ثم خلفهم مباشره وصلوا الخط المستقيم. خلنا نشوف ذهبي في المقدمه ونوعا ما مرتاح، ريتيرن اوف ذا ماك في المركز الثاني ونوعا ما مرتاح. قلت لك هذا شوط فرسان متمرن وكلهم لهم تشانس. الحصان اللي يمشي قدام وعنده لياقه يقدر يواصل، لانه ما يستخدمون الويب. اكو شوط بين ذهبي وريتيرن اوف ذا ماك. ريتيرن اوف ذا ماك كنود متاخر في الريل بس متاخر. ريتيرن اوف ذا ماك من ينتج صداره الشوط الخامس. ذهبي في المركز الثاني، ماستر بوب في المركز الثالث، وكتب في المركز ريتيرن اوف ذا ماك. شوف هذا الحصان غلب ميدان، الحصان الازرق ده غالب ميدان، جاء غلب كنود. بعد بتقول الخطا من احمد مكي؟ والله مو مرتاح على الارضيه، من اخر مره قال لي ادم. مو مرتاح على الارضيه ولا مو مرتاح مع احمد مكي؟ والله انت شفتي فاز متمرن عمره 40 سنه. انا عندي مشكله وايد عوده مع احمد مكي. 40 سنه عمره يعني يعني بسك ال 50 وهو لاعب متمرن. لا اجل احسن. انت قدرت التجاري سرعه الشوط الصراحه. من الستارت وانا احرك الحصان ما وقفت الى النهايه، بس مع اني بتعب ما في ويب ما في شيء، صعب بارد لازم الحصان. كلهم بدون ويب، مو بس هو بدون ويب، كلهم الفرسان بدون ويب. الاثنين اللي طلعوا قدام وصلوا اول ثاني. بالضبط. كان اول ثاني وصلوا ثاني اول. اللي ورا ما ادري ايش قاعدين يفكرون كانوا. احمد مكي احنا ما صعب. نكتب ما نطلب منك تكون يعني الموسم هذا اول 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 اول، احنا نطلب منك ان انت تكون تسوي افضل. لكن انت تجيب تسوي قفزه. نتائج احلى وانا بالنسبه لي. مع هاي الاشياء اللي صارت انا اقول لك انت اليوم معناته ما قاعد تقدم ما كنت تقدم زين هاي الموسم نقطة. واللي بكون صريح وياك صراحة يعني احمد مكي فارس صراحة من خيرة الفرسان المتمرنين، بس هالسنة شوي احس انا انه ما حصل فرصة. زين يوم ما احمد مكي جاي تشوفون الجوكي الكبار يلعبون منه كذي. شنو يعني هاي احمد مكي يرعى الماضي يرعى. الماضي شنو المفيد فيه؟ مو الماضي ترى النقاش كان طويل وان وانت وانا عارف لو شنو احمد مكي ما بيقتنع في كل الاحوال في احد توقع ريتيرن اوف ذا ماك. ريتيرن اوف ذا ماك وش مسوي في الموسم كله؟ وش مسوي من يوم الاثنين؟ قلت له ترى حصانك 80% احتمال يغلب الشوط. الحصان اياها الخيل والحصان متغير صاير افضل من قبل، بس ان شاء الله تتاقلم اياه، ان شاء الله تتاقلم اياه. الحمد لله مشى يعني زين. ركبه طلع الحصان ما يبغى ويب، هي البوش قام يجاوب. بس حصان يعني ديفكل رايد يسوي هنج الحصان.
يعني انا كنت متخوف من هالشغله ان يعني كسره هو سوى في لا هو سوى في ال 400 في ال 400 ما عندك مشكله، بس في الكسره وكالعاده من وصل الكسره تعرف يعني بدون استخدام الويب يسوي، خفت انه يسوي هنج يعني قد ما اقدر حاولت شويه ميل على الري والحمد لله يعني عند السيده قدم الحصان المستوى المطلوب. ايه الكل قال بيطلع قدام بيتعب وماكو فاز، بس انتوا ضبطتون ليه بعد الشوط انه ذهبي صار هو قدام؟ ايه بالضبط هذا اللي صار، قال لي روح قدام، رحت قدام يعني حافظت عليه يعني ما ضغط عليه. ولا قدرت تضغط عليه في 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 اخر الامتار لما شفت ريتيرن اوف ذا ماك بيدخل عليك خلاص؟ والله حاولت بس يعني ريتيرن اوف ذا ماك صراحه حصان زين يعني لو شفتين شلون راح عني بعيد. بس علي حسين ما شاء الله الموسم متطور بعد. ما قصروا اسطبلات المحمديه احب انا شكور لهم يعني في هالموسم، وقاعد يعطيني خيل زينه في اشواط لابرنتسيه يعني ما قصروا. ابو محمد قال احنا نحاول ندعمه وان شاء الله يعني بيروح برا والموسم الجاي بيصير افضل بعد ان شاء الله. نرجع لهالشوط، شوط سرعه، شوط يعني ممكن نقول صعب نرشح احصان يعني يمكن بس ينقصى هالسباق او هالشوط ينقصى مبادل. طبعا اليوم نشوف مبادل غايب عن الساحه والألف متر، فبيكون الشوط مفتوح لان دائما مبادل في جميع الاشواط يكون هو المرشح الاول، فاعتقد انه يكون الشوط مفتوح. مفتوح بس من نرشح اكثر؟ لا بس غمض عينك اقول لك حتى صبعك شوفي وين لاند. الارجح انه مو فايتر بايلوت. لا انا تستكت مو واحد واحد طبعا. وايد خير والله عنده زين. ديم سبيد يعني. بفر زون رجعته حق الالف عشان يشارك فقط؟ لا بفر زون زين. بفر زون انا يتراولي الالف ومئتين افضل من الالف متر. بس يعني ما استبعده عن الغلب لان الحصان قبل اللقاء اللي قلت لك ريته ومستواه تصنيفه برا يشفع عليه الحصان. يعني عندك لاس الحصان زين. And they're off and racing. انطلق الشوط السادس على كاس اس تي سي من مسافة 5 فورنج المسافة القصيرة. دارك شادو لما فاز في الترف سيريز فاز قلنا فاز بمستواه يعني عنده حصان كلاس، بس عقب ما نشوف الدروب اللي صاده نقول لا ممكن فوزه في ذاك اليوم كان مثلا ما بقول مجرد صدفه كان يومه. دارك شادو على حسب الفارس اذا ركب زين اتوقع انه دائما يكون يبهرنا ويفاجئنا في جميع الاشواط. نل عليه. المشكله انه بعد هذا يعني يحتاج لازم الفارس فاهمنا عدل 100%، وفارس ماله مو موجود عليه اللي غلب عليه في السيريس. فأتوقع أنه بيكون يعني إذا جاد النيل اليوم أتوقع أنه يكون خطير في الشوط. الحصان صاير صحته ميزانة يعني، بس اللي هو الحصان عنده مشاكل شوي صحية يعني هالسنة حتى ما كان يؤدي التمارين اللي يؤديها العام، بس الحمد لله صار توفيق يعني في السيريس وركض زين. قبل القسمة على اثنين بمشاركة 15% الجيادة المستوردة ثيري بريد. فايتر بايلوت انتهى زمانه. فايتر بايلوت اذبح الهانديكابر من زمان. وما اعرف اذا هو يعني اصلا مطلوب منه يقدم شيء اليوم او بننتظر حتى منه شيء او بنحاسبه على شيء. بس اذا اليوم فايتر بايلوت سوى زين ايه. انا بقول صدق المشكلة في ذاك السباق كانت من احمد مكي. يتأخر بالانطلاقة وبانطلاقة فور ويل درايف من يقود الشوط من البداية. ومن اللي نشوفه أتوقع الشوط للعاديات خصوصا أنه انستكتف موف متفوق على فايتر بايلوت، ريبل أدون متفوق آخر سباق على أفيقا جو. بعد أقول لك مفتوح الشوط مفتوح
تشوفهم متقاربين، بس راح اميل مع ريبل ادون. المرجع الاول انستكتيف موف مع الفارس جيرالد موسي، لكن الصداره والانطلاق حتى الان مع ريبل ادون. عبد الله فيصل على صداره هذا الشوط، والمحاولات قائمه ايضا من قبل جيرالد موسي مع انستكتيف موف. فعلا ايها المتابع الكرام، هنالك ايضا ريبل ادون والمحاولات ايضا من قبل لدينا انستكتيف موف، لكن ريبل ادون من ينتزع صدارته. أول ثاني فريق العاديات، وأول ثاني منقول ممكن شبه متوقع. يستحقون أماكنهم ولا؟ زينين الخير يعني، مسافتهم ريتهم عالي. يا حمام من بطل السرعة هالموسم؟ تقلبون كل يوم واحد. ما في بطل واضح؟ مالك سرعة ما في. ما في؟ ملك السرعة المدرب أظني، في أحد المدربين قال ملك السرعة. ملك السبرنت. ملك من ملك السبرنت؟ محمد حسن. لا أنا بملك ال شو اسمه؟ ملك الخيل. إيه. من؟ فاز من ربل الدون. طبعاً قبل الشوط رشحته بحكم إنه جاي في التطور الحصان في السيريس، شفناه في المقدمة في البرنتسية، آخر مرة غلب ريحية. اليوم توقعت مع الخيل القوية وكل الموجود في النادي انه يحقق المركز الاول، وما خيب ظني بالضبط. إيه الحمد لله، انا اول ما شفت اللستة وشفت روحي على حصاني قلت ان شاء الله راح افوز. انا توقعت اني راح اركب فيرست اديشن لان راكبنا من قبل، بس الحمد لله ان ألن يعني ركبني هالحصان واليوم قدر يحقق انتصار. اليوم الامور اختلفت، ولكن يمكن شخصيا كنت مرشح انستكتيف موف للفوز بما انه قادم من راحة، لكن عبد الله فيصل كان يمكن العلامة الفارقة انه قدر يعني انا اشوف انه يمشي ربل الدور مثل ما يبي. فكنت اتمنى اركبه والحمد لله صار نصيب اني اركبه وفاز. اشوفه كان مرتاح يعني، ما فوز مرتاح ستارت وفينيش من غير اي مضايقات من غير اي شيء. عبد الله فيصل في المركز الثالث على قائمة المتصدرين حاليا الثالث. بالضبط الثالث. الحمد لله الحمد لله، يعني مع ان الموسم ما حصلت يعني خير زين اقدر انافس فيها، بس الحمد لله قدرت انافس في نهايه الموسم. ان شاء الله الموسم الجاي افضل. بس دارك شادو مع متصدر الفرسان نيل ايش صار معه؟ كنا ما يسوي الالف انزين، يبي له شغل حق الالف مختلف، صعب يقدر يجيد الالف، ولكن المستوى اللي ظهر فيه لو 1200 بعد ما كان بيقدم ما توقعت هالمستوى منه. لا لا الحصان مو بصح، الحصان مو بصح. انا قلت لك قبل الريس الحصان مو بصح، بس لان نهايه الموسم حبينا نشارك فيه وما يندرى. يعني اتوقع بعد بيعتز يمكن احتمال الحصان ما يعني ما ادري، يعني الشيخ بيطلع مجموعه من الخيل يمكن هو من ضمنهم يعني. وما اعرف اذا عمار بيطلع دايناميك فورس من بعد هالاداء، واللي كنت اقوله حق طالب يعني يمكن لو كنت بكون موجود الموسم الجاي ما بقول هاي بعطيك فرصه للموسم الجاي، بس لانه هاي خلاص فيعني ما يصير. خلص الموسم ولا شفنا فوز عمار ولا شفنا خيله ادت ولا شفنا شيء لحين، ما اقدر اخلي ذي الكلام في خاطري لازم اقوله. سامحوني بس بقول اهم شيء النقد البناء. ايه صح، احنا ما عندنا مشكله يعني لين شيء بصالحنا ان شاء الله. منش يعني كنصيحه ما في مشكله، بالعكس نستفيد. انا ما اعرف انصحكم، انتوا اخبر مني. انا اقول لك انه يعني بعد ما خلص الموسم انتهى الموسم كلها جديده، كلها عندها مشاكل يعني تحتاج الى على قولتهم صيد نسمع اعاده يوم شيخ سلطان ريكفري يقول اي يعني يبي لهم اعاده تنظيم على ما انا بنطر الموسم الجاي، بس إذا ما أدت ممكن أقول كلام غير عن اللي قلته الحين. إن شاء الله بداية الموسم اليوم. إن شاء الله وعد محسوب الحكي يعني. هذا طالب أخوه يوعدكم إن شاء الله، يوعد الجمهور. أوكي إن شاء الله. مقبول وعد مقبول. جيرالد موسي المركز الثاني، يتواجد الطارق بشعار عبد الله فوزي ناس مع الفارس أدري ديفري. كاس الملاك كاس يفترض يكون مهم، وهو صج المشاركين ثلاثة، بس ما أعتقد في أحد متفاجئ لأنه كل سنة نعيد نفس الكلام. وإذا في اسم يترشح بين الثلاثة أكيد الكل بيقول المفروض الطارق يعني يحسم الشوط يعني على ركضاته اللي ركضها
مفروض ما له منافس في الشوط. الثلاثية في هذه الأمسية المركز الثاني يتواجد الطارق بشعار عبد الله فوزي. يعني باتل اوف تالس لا؟ ركض زين باتل اوف تالس مو حصان سيء، بس قلت لك هالشوط ما حد يقدر يضحي، كل مدرب مشارك براس كل اسطبل براس. هو ما نكون يعني ما تاخذنا العاطفه، الفيفورت هو يكون طارق يعني الصداره هو المركز الاول حل. يعني امورتال لا امورتال سنه كامل ما ركض، يعني ركض شوط واحد ما ادري يمكن هالشوط يرهقه، يعني رايح 2000 متر اتوقع باتل اوف تالس في المركز الثاني. 1006 هو افضل في 1006 1008 هو افضل من 2000، بس نشوف يعني يعتمد ظروف الشوط. ثاني مشاركة له الموسم مفروض يكون فرش أكثر، فلأنه يفترض يكون فرش أكثر ما بنستغرب منه هالأداء. الآخر انطلاقة أيضا إمورتال بشعار MKR Racing، فعلنا أيها المتابعين الكرام إذا إمورتال بشعار MKR Racing يطير إلى كأس الملك. المركز الثاني دخول ما بين الطارق مثل القلب الطارق. شنو الطارق اللي ما يغلبه وما فيه؟ ها؟ شنو الطارق اللي ما يغلبه؟ الطارق مسكين انت كبر خلاص. طارق ما ادري ايش الصراحه سالفته، يعني فاجأنا بهالمستوى. لو الطارق هو الطارق اللي احنا نتكلم عنه مستوى الطارق هذا امورتال ما يجي في تفر الطارق، بس حصان نص ماكينه صار الحين. اذا نص ماكينه على كلامك يتغلب على ابيك وعقب يكون ثاني في كاس الملك قدم المستوى يعني حصان كواليتي. لا كواليتي ايه الطارق حصان ما لا غبار عليه، بس الطارق في مشاكل. شايب بس صار الرئيس مو في صار سبرنت صار في يعني اكثر واحد استفاد من الشوط هو امورتال. ايه قلت لك جاري الباد لك مو الباد لك الريت اللي كانوا معطيني امورتال توهقنا فيه قبل يوم كاس الملك كان عنده جود شانس هناك بعد بس يلا الحمد لله. بس هو اللي انفعلنا هو يعني تم وراهم. اي انا قاعد وراهم كلهم يتدبروا بالضبط. الشايب مو قصر ما قصر، بس يعني ما ادري من بيقصر في دي الشوط. لازم في شيء منهم بيقصر. اي بس من فيهم يستاهل الجولد كاب؟ نطر شوي الحين. هو انت مفروغ منها، انت تستاهل الجولد كاب. مشكوره. باقي من الحصان اللي يستاهل الجولد كاب؟ اعتقد نسخه مطابقه الى كاس السيدي صاحب الجلاله باستثناء جود الفين. هي نسخه صحيحه بس يعني اسبوع واحد فرق بين كاس جلالة الملك واليوم، يعني تاريخ 16 واليوم تاريخ 17، فاعتقد ان اليوم تشوف حتى الطارق اليوم خسر من امورتال في بيته يعني 3 روس. فاذا كان المستوى طوارق نفس المستوى وداكوفسكت نفس المستوى اذا ما تاثر عليهم اسبوع واحد لان ما قاعد يادون اللي قاعد يادونه في السابق، فاعتقد انه بتكون مفاجاه في هالشوط. And they're off and racing. انطلق اخر اشواط الامسي على كاس البحرين الذهبي برعايه اس جي جومن. شوفي عقب هالشوط بس جومن بين ان الخيل اللي موجوده اقوى منه يعني. يعتمد يعتمد واحد هاي وايد صايرين مغرورين. ليش؟ لا مو مغرور ليش يعتمد يعني يعتمد الخيل تتعب من بدايه موسم قاعد تشتغل يعتمد يعني. غومان الخيل اللي موجوده بينت ان هي افضل منه. من البدايه مع الفارس دينسون رودريغيز يلحق به ثانيا، هنالك انكورج مع مارشالز. من يستاهل الجولد كاب؟ هاي هو السؤال. من يستحقه؟ غومان. صعب اقول غومان. ليش؟ بعد اخاف نفس امورتال مساعه. تسألني من يستحق الجولد كاب؟ قلت لك جومن يعني. اي من اللي يعني يستاهله؟ يستاهل الجولد كاب. ثلاث شوف ايش قد ضدك. بس انت تعال شوف فوزي كم واحد عنده، كلاسيك الويف، دارك لاين، انكورج، ذا كوبكس كيد، ما في احد طوارق ما في كلهم
فاليريان الكلبي الباش ما في على الكلبس ما في بالاخر ما في حتى الجوكر ذا مع جيرالد موسي ومن ثم ياتينا زاكاتو وبجانب جانب السياج لدينا فيعني ما اتوقع طوارق طوارق مو محظوظ زين بس مو محظوظ كلش حظ ردي كلش ما تقول طوارق 100% لو هو راح يغلب الشوط لا الفرصة انه مثلا تقول 50% طوارق يغلب الشوط بس في اوتسايدر اذا غلب الشوط مو مفاجأة طوارق بس لا نقول انه 100% انه طوارق راح ينهي الشوط لا طوارق متى صعب يعني على الاقل يعني على الاقل على نهاية الموسم يعني كل مرة قلت جوكي 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 إيه؟ عجب جوكي بدلنا إيه؟ نفس المركزي يعني على الأقل يصير شيء يخلي يعني حصل شيء تقديراً حق جهوده طول الموسم أنا لحد الآن عندي أحسن ركضة لا أول ركضة صدق؟ إيه صح معلش تبون موقع واحد جلين سافاج لدينا جومان وأيضا ريكا فاريران بينما المركز الرابع هنا إذا من رتبهم نقول طوارق ذا كوفيد سكيد بس حط في بالك هالمرة ذا كوفيد سكيد عليه من نيل كلان ذا كوفيد سكيد أتوقع الجميع تفاجأ من مستواه في كأس الملك مسافة 2004 وحقق المركز الرابع يعني طفرة كبيرة من الحصان أتوقع اليوم أتوقع ذا كوفيد سكيد اليوم راح يكون خطير جدا على طوارق الأسبوع الماضي هنا دخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية زقاتو يعني اليوم زقاتهم يمكن أن غيروا عليه ربطة اللسان ممكن اليوم نشوف زقاتو بصورة مختلفة اليوم ربطة اللسان عاد ما ربطة اللسان لا تخليني أقول لك كلمة بعد مرة شنها رح الحين مرة حصان خالد عبد الرحيم رقم 6 قومن أنا زقاتو توه انت قاعد ما يغير ما اقدر قال لك ابو خليفه العاطفه العاطفه انزين يلا يلا زقاتو 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 انا لكم جدم جومان جدم جومان المرشح الاول مواله بشعار فيكتوريا هذا حقا انفرج صراحة سباقنا جومان يعني جومان ما أدري ما شيء طوارق يلا طوارق ما يقدر بيطول ايه طوارق وين اللي يستاهل عقب اللي مر فيها الموسم يستاهل كتابها مس ما ادري يعني اركض الله يسلمك رجع لوك اقوم باللفه هذا الطوارق يستاهل على الاقل توج مجهوده طول الموسم اعتقد الطوارق كان فيفر اليوم برجع الضحكه اللي ضحكتها قبل السباق ليش؟ ليش؟ برجعها عجبتني لا عادي يعني اعتقد جود هورس وصراحه جومان مو سهل بعد عشان نكون منصفين جدا في حقه انا اقول العبد استعيال ما ايش في العبد العبد عاد باكر لا تستعيل اليوم استعيلت بس باكر لا تستعيل صح اعتقد حصاني تعب من الهواء يعني انا مشيت من وقت لان نفس ما قال لي المدرب حيدر انه هاي ستايله كذي قلفر يعني فلاني مشيت من وقت صار قدام بروحه والهواء فتعب اخر الامتار ترى ما دخل عليه ادري الا بعد ما حصاني تعب يعني طور بشكل ملحوظ يغلب ذا كوفي سكيت ذا كوفي سكيت كان يغلب البرايدل لا تذكرين ولا لا؟ لا بهم ذا كوفي سكيت اي كان يغلب تذكرين ذا كوفي سكيت ترجعين مقاطع تذكرين ما في حصان ما جاي في البحرين نفسه ايه تذكرين ولا ما تذكرين؟ تذكرين اذكر اكيد اذكر وقت ويلكم كان يغلب ترسيريس
ورجع ورجع. ما تذكرين هالكلام؟ شايل في قلبك؟ مو شايل في قلبي. بلا. أنا ذكرت أنت كلام. أنا اليوم سويت لقاء معك مرتين ما تعيد علي إلا ذي الموضوع. إيه لأن أنت تذكرين شهرين بلحقتنا تذكرين ولا لا؟ شوفوا إيش صار. شفت إيش صار الحين؟ شفت طوارق فاز. إيه طوارق جود هورت أعتقد طوارق. وقام أنا زبارق. إيه أعتقد ساكن وان زقاتو بعد. زقاتو آخر سباق وين؟ زقاتو لأن وقفت ذاك الأسبوع قلت لك ربطت لسان ذكرتها لك. لا ذكرتها بس ما لما يعني ذكرتها ما توقعنا ان احنا ما توقعنا صح. زقاتو اليوم قدم مستوى كبير واتوقع لو السرج ما رجع لورا يمكن كان بيقدم مستوى افضل وافضل يعني. انزين دوكوفسكيت دوكوفسكيت قلت لك تعبان الحصان من قبل الشوط تعبان ذا الحصان ان الكلان اليوم ياخذ دوكوفسكيت على زقاتو فاعتقد ان يمكن ان كوفسكيت افضل منه. فاليوم يعني ما في شوط ثابت ما عندنا حصان ثابت في المضمار البحريني ثابت. اما تقول لي طوارق مرشح مغلاد حصان طوارق حصان سوبر كواليتي يعني وقالها سمو الشيخ ناصر كان الحصان مجهز حق كاس جلالة الملك بس اللي فرق خيل قدل في كاس جلالة الملك. اليوم طوارق رجع لسكة الانتصارات بقوة يعني وبجدارة واستحقاق جدارة واستحقاق. شنو يعني الإصرار؟ شنو يعني النجاح؟ متى نقول يسوى التعب؟ المحمدية حلوة وقوية. ما يموت المحمدية. زين من قال لك على الحمد متصدر طالع حق اسمع متصدر المحمدية يقول يموت. ما يموت المحمدية. المحمدية متصدر. لأن قلت لك ما يدري بالدنيا ما يدري وين قاطع. هذا أبى. إيه أبى. عليه أبى. متى نقدر نقيم عملنا وعلى أي أساس نقيمه؟ في شوية تخبطات أشوف في أشياء صايرة يمكن مختلفة عن السابق يمكن الموسم الجاي يكون موسم أفضل لهم. ومهم نختار اللي قيمنا في النهاية لازم نعرف نسمع حق من. فالنهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.